الرجوع جايل هذا المستوى الرائع من خلال المباراه اللي فاتت ادى كمان اريحيه كبيره جدا لموسيماني بالاعتماد عليه، لان احنا كمان من خلال عدم وجود الشحات، عدم وجود طاهر محمد طاهر، فبقى عندك مشكله في الاطراف، لكن حلها اجايب وجوده، ان اجايب زي ما حضرتك عارف بيلعب ناحيه الشمال، ممكن يلعب ناحيه اليمين، فده كمان محمد راس حربه كمان، ومحمد شريف على فكره بيلعب طرف يمين وطرف شمال. يعني محمد شريف لعب مع كابتن حسام البدري في اول مباراه واحرز هدف كان طرف يمين. فزي ما بقول يعني انا متفق مع حضرتك على التشكيله ديت في وجود محمد شريف، في وجود عناصر مهمه تنزل تغير الشوط الثاني من خلال سيناريو المباراه، فاعتقد ده التشكيل من خلالنا احنا الانسب، لكن طبعا رؤيه موسيماني هنشوفها ان شاء الله يوم الثلاث مع بدايه المباراه. وبعدين يعني في ذكاء في لعبتنا، الناس اللي بتقعد بره، هو قاعد بره مركز يعني هو بيساعد نفسه. انا مثلا شريف هلعب مثلا راس حربه، هيبقى انا اشوف القلبين للدفاع دول اخبارهم ايه، واقفين ازاي، ايه الضعف اللي موجود عليهم، اقدر اخترقهم ازاي. فدي برضك من ضمن الاعداد الذهني للعيب اللي قاعد على الدكه بره. صح، بنشوفها دايما في اللقطات لما قاعدين مركزين يعني زي المحترفين اللي بيشوفوا بره، يعني ناس ما بتضحكش ما بتتكلمش ما بتهزرش، يعني بتلعب معاهم وهي قاعده على الدكه. وكمان انا عايز احيي وليد سليمان، لان وليد كان في الجزئيه دي. يعني وليد كان من ضمن اللعيبه اللي بتساعد المدرب الفني بشكل كبير جدا لما بيبقى قاعد بره وينزل يصنع الفارق نتيجه التركيز ده. واحنا شفنا طبعا ابو تريكه قبل كده، وشفنا كابتن محمود الخطيب لما كانوا بيقعدوا على الدكه بره وهم بينزلوا الشوط الثاني لما بيطلب منهم بيصنع فارق بشكل كبير جدا للفرقه. فده معدن لعيبه النادي الاهلي، دي قيمه اللعيب، لعيب النادي الاهلي وقيمه اللعيب الدولي. ان انا لما بنزل ببقى مؤثر، ببقى انا زي المدرب، يعني انا مدرب ولاعب في نفس الوقت. لما بيطلب مني بنزل فعلا باثر بشكل كبير جدا في اداء الفريق. ده بقى موجود عندنا، ودي حاجه من ضمن الحاجات تحسب طبعا للجهاز الفني وتحسب لهؤلاء اللاعبين، ان هم بيصنعوا لنا الفارق في وقت انت بتحس الدنيا قفلت. يعني طول عمر النادي الاهلي في الدقيقه 90 والدقيقه 91 والدقيقه 92، فدي ميزه. يعني كان عمرو اديب بيتكلم من يومين على مع الشناوي، فبيقول له انا عايز اعرف السر ده، السر ده انتوا ايه بتعملوه ازاي عشان اقدر اقول للناحيه الثانيه. يعني فالشناوي طبعا يعني قال له احنا متعودين على كده، احنا تورطنا من قطاع الناشئين تحت بالظبط، واحنا بنمر بالمراحل دي لما كبرنا خلاص بقت عاديه بالنسبه لنا. فدي ميزه من مميزات النادي الاهلي.